ما أناشدكم، أناشد السيدات الفضليات الجالسات في منازلها، أناشد الرجال الأفاضل العظام، أناشد الشباب، أناشد الفتيات، عليك يا أمي، يا كل أم مصرية، أن تدفعي بأبنائك وأنت معهم للخروج، وأنت كذلك أيها الأب أن نخرج في الشوارع في مظاهرات سلمية سلمية سلمية، نعلن نحن الشعب أننا قد فاض الكيل بنا، وأننا اكتشفنا المؤامرة التي تستهدف النيل من قواتنا المسلحة ومن قادة قواتنا المسلحة. فلقد أقال اللواء مدير اللواء مراد موافي مدير المخابرات لكي يهيئ الأجواء للانقضاض على جهاز المخابرات العامة، وأراد إقالة اللواء حمدي بدين لكي يهيئ الأجواء للانقضاض على باقي قيادات رجال القوات المسلحة. أيها الشعب في كل مكان، أيها الشعب في كل مكان، يا رجال مصر في كل الأماكن والمؤسسات بلا استثناء مؤسسة واحدة، عليكم الخروج، إن الساعة قد حانت، وإنهم لا يعرفون كيف يديرون الأمور قبل أن تدمر مصر. إن القطع البحرية لسبع دول عظمى في شمال وجنوب قناة السويس تقف لكي تعلن حمايتها على قناة السويس، وتعلن تدويل سيناء، وتعلن أن مصر تدير ولا تحكم. هذا هو الحق، وهذا ما تنتظره مصر إن وقف شعبها سلبيا. أيها الشعب، إن صورة العراق ستتكرر خلال تلك الأيام القادمة وحتى قبل عيد الأضحى إن وقفت سلبيا ولم تخرج ولم تعلن تأييدك لمجلسك الأعلى لقواتك المسلحة برئاسة طنطاوي وبرئاسة السيد الفريق سامي عنان وكل قادة القوات المسلحة الذين يدافعون عن الحق ويدافعون عن مصر ويقفون بكل قوة وبكل شجاعة وبكل إصرار لكي يقفوا فداء لمصر. بني الأمة، إني قلت كلماتي والباقي لكم وعليكم، وأنتم أيها الشعب أصحاب القرار، وأنتم الذين تخضع لكم الرؤوس وينحني لكم الجبين، فأنتم أصحاب السيادة على أعظم أرض وأحفاد لأعظم الأجداد. وأشكركم، وإني أعلنت استغاثتي بالشعب وبالجيش وبرجال الشرطة، إني أستغيث بالشعب وأستغيث بالجيش وأستغيث برجال الشرطة، إني أستغيث برجال القضاء، إني أستغيث بالسيد المستشار النائب العام، إني أستغيث بالسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، إني أستغيث بالسيد رئيس مجلس الدولة، إني أستغيث بالسيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، إني أستغيث بالسيد رئيس هيئة قضايا الدولة، بكل رجال القضاء وبكل رجال الشرطة وبكل رجال الجيش وبكل أبناء الشعب. غيثوني غيثوني غيثوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.